سلام الله عليكم متابعينا. إن الإبن هو أثمن وأغلى نعمة يملكها الإنسان، وأصعب بلاء في الحياة أن يرى ابنه يصاب بمكروه وأذى أمامه، فماذا إذا أنهى حياته بيديه؟ وهذا ما سنراه في قصتنا اليوم مع نبي الله إبراهيم الذي أمره الله تبارك وتعالى بذبح ابنه بعد أن أنعم الله عليه به بعد أن كبر في العمر وأصبح ابنه شابا وتعلق قلبه به. فلماذا أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بفعل ذلك؟ وماذا كان رد فعل نبي الله إسماعيل عندما علم بأن أباه يريد قتله؟ وما هي قصة ولادة نبي الله إسماعيل من البداية؟ ومن أين جاء الكبش الذي افتدي به؟ تابعوا معنا لتعرفوا القصة من البداية للنهاية. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. سنعود للوراء قليلا، وتحديدا بعد زواج نبي الله إبراهيم عليه السلام من السيدة سارة. فبعدها أراد أن ينجب ولدا، ولكن الله لم يقدر لهما ذلك، فقد كانت السيدة سارة عاقرا لا تنجب، وكان ذلك هم ينغص حياتها، وكانت لها جارية تدعى هاجر. ولشدة رغبتها في الإنجاب قامت السيدة سارة بتزويج هاجر لنبي الله إبراهيم عليه السلام، وذلك لكي تنجب طفلا وتربيه السيدة سارة مع زوجها عليهما السلام. رزقهم الله بطفل جميل وهو إسماعيل عليه السلام. ثم وقعت بعد ذلك أول فتنة وابتلاء واختبار لسيدنا إبراهيم عليه السلام. ولد سيدنا إسماعيل عليه السلام في أرض فلسطين، في أرض حبرون، وهاجر إلى مكة رضيعا، فقد أمر الله سيدنا إبراهيم عليه السلام أن ينزل هاجر وإسماعيل عليهما السلام في مكان بعيد عن مكة المكرمة، فنزل بهما في واد جاف لا حياة فيه ولا ماء ولا طعام، وهي تسأله كل حين ولسان حالها: من سيطعمنا؟ من سيسقينا؟ من سيحمينا؟ وتنتظر إجابته عليه السلام التي لا تأتي، حتى قالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار لها أن نعم، فقالت: إذن لن يضيعنا، فهي مؤمنة بالله عز وجل وعلى يقين أن الله على كل شيء قدير. فكان هذا الوادي الموحش هو مكة المكرمة، وكان هذا الرضيع الذي بين يدي أمه هو إسماعيل ذبيح الله عز وجل، الذي ظل يبكي بعد أن نفد الماء من أمه التي لم تمتلك له إلا السعي بحثا عن أي شيء يروي عطشه، فظلت تسعى بين جبلين هما الصفا والمروة حتى تعبت عليها السلام، فجلست تدعو الله عز وجل حتى نبع الماء من تحت قدمي ابنها الرضيع. فعظم الله عز وجل جهدها ومشقتها بأن صار شعيرة من شعائر الحج في الإسلام إلى يوم الدين، وصار الذي نبع من تحت رضيعها هو ماء زمزم، ماء مباركا لا ينضب. كبر إسماعيل عليه السلام وتعلق قلبه بأبيه إبراهيم، وتعلق قلب أبيه به، فهو قد جاءه على كبر وشوق. قضى بعدها نبي الله إبراهيم أيامه في تربية ابنه إسماعيل وتعليمه الإيمان والأخلاق، حتى كبر نبي الله إسماعيل على طاعة الله وبر والديه. وفي إحدى الليالي، وبينما كان نبي الله إبراهيم نائما، رأى رؤيا بأنه يذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام، فاستيقظ من نومه خائفا وجلا، وظل يصلي ويسبح الله، وظن أنها أضغاث أحلام، فعاد للنوم مرة أخرى فرأى نفس الرؤية، فاستيقظ مرعوبا وظل يذكر الله تبارك وتعالى، ثم عاد للنوم للمرة الثالثة فرأى نفسه يذبح إسماعيل عليه السلام، فعلم أنها رؤية وأن الله تبارك وتعالى يأمره بأن يذبح ابنه الوحيد، وذلك لأن رؤيا الأنبياء وحي، فإنما النبي ورأى رؤيا فإنها رؤيا حق، وما يرونه خلال نومهم هو أمر من الله يجب تنفيذه. فقد أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه الوحيد وأحب ما لديه في هذه الدنيا، وكان هذا أصعب بلاء واختبار من الله تبارك وتعالى لنبي الله إبراهيم، فعليه تنفيذ أمر الله تعالى في ذبح ابنه. ومع ذلك لم يتردد نبي الله إبراهيم عليه السلام في قبول أمر الله تعالى، وبدأ يفكر فيما سيفعل،
كيف سيخبر نبي الله إسماعيل وأمه هاجر؟ أم ينفذ أمر الله تعالى دون أن يشعر؟ وما هي ردة فعل نبي الله إسماعيل عندما يعلم ما سيفعله أبيه به؟ ووصل في النهاية إلى أنه سيخبر نبي الله إسماعيل بكل ما رآه في الحلم، وذلك كرها منه أن يذبحه رغما عنه، وليكون الأمر أهون عليه، فقد رغب أن يكون الأمر برغبته ليكون له من الأجر والثواب في طاعة الله. فذهب نبي الله إبراهيم عليه السلام لابنه وقال له: يا بني، إن الله تعالى أمرني أن أذبحك، فما قولك؟ نزل الكلام على نبي الله إسماعيل كالصاعقة، فهو يعلم أن أباه نبي الله وخليله، ويعلم أن رؤيا الأنبياء حق، ويعلم أنه لابد من تنفيذ أمر الله تعالى. فنبي الله إسماعيل قد تربى على يدي نبي الله إبراهيم على طاعة الله عز وجل، فهو الغلام الحكيم والطفل الطائع الذي لا يعصي الله ويطيع والده. فما كان من إسماعيل عليه السلام إلا أن رفع رأسه ونظر إلى والده وقال وهو صابرا راضيا بقضاء الله وقدره: يا أبي، نفذ أمر الله تعالى ولا تحزن. قال يا صابرين. ارتاح نبي الله إبراهيم عليه السلام من رد ابنه إسماعيل الذي أعانه على طاعة الله وتنفيذ أوامره، فأخذ نبي الله إبراهيم ابنه إلى الصحراء بعيدا عن أمه وأعين الناس، حتى ذهب عند صخرة كبيرة في الصحراء وتوقف عندها، وقرر نبي الله إبراهيم الشروع في تنفيذ أمر الله تعالى عندها. ثم حضن نبي الله إبراهيم ابنه إسماعيل عليه السلام مودعا له، وقلبه يعتصر حزنا وألما، فقال له نبي الله إسماعيل عليه السلام: يا أبتي، أوثق لي يدي وأحكم ربطهما حتى لا أضطرب من حلاوة الروح، واكفف عني ثيابك حتى لا يصيبك دمي وتراه أمي فتحزن، وأسرع في ذبحي ولا تخف حتى يكون هينا علي، وإذا رجعت إلى أمي أقرئها مني السلام. فوضعه نبي الله إبراهيم على الصخرة على وجهه، فأراد أن يتم الأمر من الخلف حتى لا ينظر إلى وجه ابنه خلال ذبحه فيرق له قلبه ويتراجع عن أمر الله تعالى. ولما سلم أمرهما لله تعالى وتشهد نبي الله إسماعيل عليه السلام وأغمض عينيه، سمى نبي الله إبراهيم ليبدأ بالذبح، فمرر نبي الله إبراهيم السكين على عنق ابنه فلم يقطع، وكأنه يمررها على صفيح نداء من خلفه: أن صدقت الرؤيا، فقد عفى الله تعالى عنهما. فرفع نبي الله إبراهيم السكين عن عنق ابنه ورماه على الأرض، فإذا به يرى جبريل عليه السلام ومعه كبش له قرون، فداء من الله تعالى لإسماعيل عليه السلام، ومكافأة لهما على طاعة أمر الله تعالى والنجاح في هذا الاختبار العظيم. فأخذ نبي الله إبراهيم الكبش وقام بذبحه بدلا من ولده إسماعيل، وقام بتوزيعه على الفقراء والمساكين، واحتفظ إسماعيل بقرنيه، وظل في الكعبة، وظلت قريش تتوارثه إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى احترق القرنان في خلافة بني أمية لما احترقت الكعبة. عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا، وقيل هو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه، وتختلف الروايات فيما إذا كان هذا الكبش هو الكبش الذي قدمه هابيل قربانا لله تعالى أم أنه ليس هو، والله تعالى أعلى وأعلم. ويروى أن إبليس اللعين كان يظهر لنبي الله إبراهيم عندما هم بذبح ابنه إسماعيل، وذلك ليمنعه عن طاعة الله ويجعله يتراجع، فكان نبي الله إبراهيم يرميه بالحصوات ليبتعد، وهذا هو أصل شعيرة رمي الجمرات اليوم، فأصبح هذا اليوم هو عيدا للمسلمين يحتفلون فيه من كل سنة من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، وسمي بعيد الأضحى نسبة إلى الأضحية التي افتدي بها إسماعيل عليه السلام. والتقرب إلى الله تعالى بالأضاحي قديم قدم البشر، والدليل على هذا هو قصة قابيل وهابيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله.